افتتح الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية فعاليات معرض بازار نغير في دورته الثالثة الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة. لا تعتبر المؤسسات التعليمية رافداً للعلم فقط، بل أخذت على عاتقها إبراز مواهب الطلبة، لذا نظمت الجامعة القاسمية معرض بازار نغير بمشاركة 45 طالبة من جنسيات مختلفة بهدف إبراز إبداعات طالبات الجامعة وتسويق مشاريعهن الرائدة. الهدف من هذا المعرض إبراز مواهب الطلبة وكسر روتين الطلبة من ناحية الدراسة ومن ناحية تغيير أجواء الطلبة وإعداد الطلبة لما بعد التخرج وقدرتهم على إدخال المجال التسويق. المعرض ضم مشاريع صغيرة تمثل تجربة تظهر قدرات الطالبات الشخصية والفنية والتسويقية في محتوى على أعمال متنوعة منها التصميم والطباعة والمأكولات المختلفة بالإضافة إلى الحناء والأزياء والأعمال اليدوية. هذا المعرض فادني أني أفتح مشروعي الخاص وأبدأ أعتمد على نفسي، والجامعة دعمتني من كل النواحي. فرصة كبيرة حقي أني أطور من نفسي وأكبر مشروعي وأخليه ممكن يكون يعني عبارة عن مشروع كبير يوم من الأيام، ممكن حتى أني أفتح محل خاص فيني. معرض بازار نغير استعرض مجموعة من الأعمال والمنتجات معززاً بذلك الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تنمي مهارات طلبة الجامعة القاسمية.